عنوس عبد العزيز، واحد السيد راه يتيم مو ميته وبوها ميت، وما عندوش شكون يسكن، مسكين ساكن بواحد الخريبة شي شهرين بحال هكا. تا كاري ومبقاش غادي نخلص كراول، قال يوم ولد الدار خرج من الدار خلصني ولا خرج. وجيت هنايا ما عندي تا باش نتغطى، وعطاونيش الدراري مين طاز، وهاد جاكيت اللي لابسها طاليا واحد الدريري، وقال لي خاصك تشوف شي خيريه ديال اليتامى تدخل ليا، غادي نبقى غير نموت صايبه كتولي الموبيطه ما كنلقى منها، ميته وبوها ميته. ولما كانت الموبيطه بحال هكا دابا كانت الموبيطه 12 يوم، قال لي واحد السيد ما تاكلش ماكله الطار غتقتلك وتحسك لك مسارك وانا نلوحو كاع. بقات بالجوع دابا تا هو تصيط شي بويريات اللي افطرت ما تغديت ما تعشي، درت واحد كويس كريت 100 درهم. تقهرت اخويا، انا ما كنطلبش شي والو صافي، نقص مع عيان بعد نوبات تصور خبز كتجي شي سيمانه ولا شهر مبقى تصور والو، ولا كنجري واش ندير اخو. وكتغنى صاف الزنقه كاع، حتى بانت ليا الخربه وعقلت عليها وانا نجي ندخل ليها، كنت الفراشه في الزنقه كاع الناس، وكتصب الشتر كتقطر عليا القطره وصافي واش غندير. ونفرش برا يقتلني السمر، بانت ليا الخربه هي اللي بانت ليا، كي دخلت ريحت وتنقرت ومتنعش في الليل بالبروده. وانت تباردين لا ساكن في قبار وصافي، اشوفو من حالي وصافي، الله يجزيكم الخير. وتاسك بيت وميت له هويجة تكرفس تعيد، المهم سكينة كانت ما بحالهاش تاهي ماتت. واحد الخوادري كانت سيرة وليدي شغندير ليك انا، يبوا كرا مات مسكين تا هو، كان مرتي يبوا مسكينة كتخلص على الكرا تاهي، قالت لي وليدي واش غنكري ليك. وبعد خطرة كاع عاود واحد الشق وعاود قالي واحد خينا تما قلتي و تنموت. والله ما ينساكم الله، عندكم خير كتير مع الله، حسنة بسبيل.